Ben günah deryasından bir küçük düşle çıktım. Hidayette anladım, gördüm düş değilmiş. Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkı ne bilmezdim, içtiğim su seninmiş. Tövbe. ألو نعم مروة؟ مراد مو معقول، بابا قال لي إنك لا تخافي أنا منيح، ما مسكوني، بس أنا هلأ هربان. المهم أنت كيفك؟ ماشي الحال، مين اللي عمل هيك معك؟ والله بصراحة شكيت فيكي بالأول، يعني أنا حطيت احتمال إنه بدك تخربي موضوع العرس قبل ما يصير بأسبوع. مراد، مو أنا مبارح حكيت معك بموضوع العقد، طلع كمان مسروق. شو؟ مروة لازم تجي معي فورا. طيب أنا هلأ ضروري روح. ماشي بحاكيكي بعدين. ماشي يلا. شو يلي صاير معك؟ المفتش واقف مع مدير المشفى، قال إنه بدهم يفوتوا يفتشوا خزانتك. لو فيني يكون هون وشوفك لما راح يفتشوا خزانتك. آه يا مروة شو مسكينة. يا دكتور نحن بدنا نفوت نفتش غرفتها بعدين راح نسألها كم سؤال. لا ما راح أسمح لك، لأنه قبل فترة ظلمت الأنسة مروة واتهمتها بالسرقة وما راح كرر هالشي بنوب. اسمعني أنا يا أخي، التفتيش ما بيعني أبداً أنه الآنسة مروة هي المذنبة. نحن كمان عم نحاول أنه ما نتهم حدا ظلم، بس في هالتصرف رح تخلي الناس تحكي ويروح فكرهم لبعيد. إذا ما معك أمر بالتفتيش يا ريت تطلع من المشفى. دكتور أنا ما عندي شي خبيه بنوب، لهيك بترجاك خليهم يفوتوا يفتشوا. لا بترجاك دكتور. قلتلك لا، لأنه الشغلة شغلة مبدأ. الأخ هون لازم يجيب معه أمر تفتيش بالأول وبعدين منشوف. أنت روحي هلأ على غرفتك. سيادة المفتش. نعم يا بنتي. لقيت هدول الأغراض بخزانتي، ما بعرف مين حاططهم، بس أكيد اللي عمل هيك شخص بده يضرني. طيب ماشي، يا ترى مين فات على غرفتك؟
معقول يكون خطيبك خباهم بخزانتك؟ انت ليش ما بدك تصدقني؟ مراد بريء، هو مو مثل ما كان من زمان. شوفي يا بنتي، في قاعدة بشغلنا، إذا الشخص قدر يعمل جريمة بيعمل التانية بسهولة. أنا كتير مؤمن فيها، يعني لو أبوك عمل مثلي ما كان رح يصير له شيء أبدا. ليش، شو اللي بده يصير مع أبي؟ إذا أبوك ما قدر يمسك مراد بأسرع وقت بدهن يطردوه من وظيفته. عد لك شوي بقى أحسن ما تدوخ. والله الدنيا عم تفتل فيني، مشان هيك خليني دوخ، بلكي بستفيد. أنا رايح. لوين؟ لعند سونا، مشان تسامحني إذا كانت بريئة، بس إذا مزم به أنا رح حاسبها. فكر شوي يا ابني، أنت مطلوب. أنا عم دور على الحق، منشوف مين رح يلاقي التاني بالأول. شو اللي عم تعمله عندك؟ جيت مشان اطمن عليكي. تعرفي صار لازم نتقاسم الغلة بقى. ماشي، انا فهمانة عليك، بس هنن بالبيت. كانوا بالبيت بس هلا صاروا هون. لك كمان فايت على بيتي؟ احمدي ربك اني جيت لهون، كان فيني اخذهم واهرب بس انا ماني طماع. طيب ماشي، هلا بشوفونا، خد نصهم لهدول وبعدين روح من هون. كيف يعني؟ أنا عملت كل شيء، بقى ليش لحتى أنت تاخدي النص؟ بلا مسخرة، لو ما خليتهم يشكوا بمراد كانوا مسكوك هلأ، بس هو اللي رح ينمسك بدالك. بس نحن ما اتفقنا هيك، يعني حليتي مشكلتك وبدك النص كمان، بس هيك ما بيمشي الحال. بس لو أنه يفوت على السجن. ما بتصور هالشي يصير أبدا. بيكون صار برا. معك حق، صدقيني على طول هيك. منيح هيك. ايه هيك اريح بكتير. مزبوط. ايه طبعا. لك ستي شو بدنا فيه؟ نسي القصة. إن شاء الله تسامحني بحقها. هوب، اللي شو هدول؟ إذا ما بيكفوا روح اشتغلي لحالك. اسمعني منيح، إذا ما عطيتني هلأ نص الذهبات اللي بالكيس رح أتصل بالشرطة وبلغ عنك هلأ. شو قلتي؟ ما بتعملي إياه؟ لا بعملها، بس أوعك تخاف علي، أنا بعرف كيف دبر حالي. بلا مزح. لا تعطيني النص وشوف كيف ما عم امزح. لا ما بتعمليها. ايه بكفي. لك اسكتي بقى. قلتلك انا ما بحب الطماعين. اذا متي فكري بالآخرة، بس إذا عشتي رح يجي يوم ونتواجه مرة تانية. عم تفهمي؟ سونا وين هي؟
عم تتخبي مني؟ اسمعيني سونا، مين عمل هيك؟ اتركي هي، بعدين اوعك تموتي. انت لهلا ما سمحتيني بحقك، اوعك تموتي. يلا قومي معي، تعي يلا. طيب انت ليش ما قلت لي؟ خلاص بنتي، يعني فكرك شو رح يصير لي اذا طردوني من الشرطة؟ ان اللي خسرانين مو انا. اسمعي، ديري بالك تحكي له شي لمراد، لانه رح يتضايق ويحمل همي كمان. ماشي، ما رح احكي له شي، بس شو ناوي تعمل بما انك مو ناوي تحبس مراد؟ والله ما بعرف يا بنتي، بس لا تاكلي هم. اصلا انا بستاهل كل شي عم بيصير معي لاني عذبته. صعي، إذا اتصل فيكي أكيد خبريه إنه ما يفكر يروح على المستشفى بهالفترة، لأني بعدت مجموعة لهني. ماشي. يلا لشوف. روح على المشفى. مراد وقف، مراد بدي دكتور بسرعة. إذا مراد عاملها بتكون راحت عليه. مروة، لك أنت شو عم تعمل هون؟ ضربينا لسونا بسكين. شو؟ مين اللي عمل هيك؟ ما بعرف، ديري بالك عليها منيح، جرحها كتير كبير. ماشي بسرعة، انت روح من هون. يا الله. كيف هلأ؟ فقدت دم كتير وعملوا لها عملية خطيرة، بس رح تتحسن ان شاء الله. عمول لحالي، شو مصلحة مراد بهالشي؟ لما تفيق هالبنت بتخبروني فورا. تمام، لانه رح نعرف شغلات مهمه منها. صرت كتير متشوق اشوف اللي اسمه مراد. امرك سيدي. أول ما يرجع عمو مراد حياتي ما عاد اتنقر معه بشي. وعد لا توعد وعد ما رح تقدر توفيه. مراد ابني. عمو مراد. لحظة، شو بكون؟ شو اللي صار لكون؟ ابني انت جوعان شي؟ لا، شو عم تعملوا؟ ايش هالفستان الحلو؟ رح تلبسيه بالعرس؟ هذا يلي كان ناقص. لا اشتريته لمروة، بس عن جد كتير حلو. شو عم بيصير لي؟ واخرتها لهالشغلة؟ لا تزعل عمو مراد، الحمد لله ما صار لك شي. شوفي هاد، والله لازم كل فترة اطلع لي كم يوم من البيت، بلكي بتصير بتعرف قيمتي. ايه طبعا يا رأفت، الشرطة عم يجوا كل ساعتين مشان يسألوا عليك، منشان هيك هو كمان خايف طول الوقت. وانا عم بتعي لك ولعمو عاصم، الله يساعدكن انتو اتنين سوا. ليش؟ شو عمك عاصم؟ ما عندك خبر؟ لا، أنا سمعت الشرطة عم يقولوا إنه إذا ما حبسك رح يطردوه من الشرطة. مراد، الظاهر إنه ما كان لازم إلا شو صاير مع عمو عاصم. سيدي. ها؟ ها؟ مراد؟ انت شو عم تعمل هو؟ انت عن جد صاير معك مشكلة بسببي؟ مين قال لك؟ اكيد مروة. لا، طيب ليش عم تعمل هيك؟
لا تدمر مستقبلك مشاني. خلاص لا تحكي مثل الجدبان يا ابني، كل القصة اني عم حاول ساعد شخص بريء. يلا روح من هون قبل ما يشوفوك. يلا. ما بدي، رح سلم حالي. شو عم بتقول انت؟ بدي سلم حالي لحضرتك لانه ما بدي بسببي ضابط كبير مثلك. لك يا ابني، انا رضيان انه جوزك بنتي، بس لانه صار عندي قناعة انك رح تضل معها ورح تقدر تحميها كمان لو شو ما صار معكم. اذا شايف انه انا غلطان ما في داعي نكمل، وانسى انك رح تتجوز بنتي، واذا العكس بتروح هلا من المنطقة وبتنفذ حالك. يلا لشوف. يلا. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب، أنت يا الله العالم ببراءتي، وأنت مستحيل تظلم عبادك. يمكن اللي صار يكون عقوبة على شيء عملته من زمان. قصة جواز كتير متعبتني، يعني إذا رح تضل حالتي هيك رح يكون كتير صعب. يا رب يساعدني. يا رب. آمين. تقبل الله. سامحني يا أخي، لما كنت عم ألبس كندرتي دست بالغلط على كندرتك. ممكن تسامحني بحقك؟ مشان الكندرة؟ إيه؟ يعني ما قصدت أعمل هيك. طبعاً طبعاً سامحتك. شكراً كتير. ضروري ضروري كتير. بس هي لساتها ما صحيت. بعدين ليش مستعجل؟ تحكي معها بعدين. شو؟ أنا بعرف قصة أبوكي وسونا إلا ما يكون إلى علاقة. بعدين شو نسيتي؟ عرسنا بعد كم يوم. لازم نحل كل هالمشكلة قبل العرس. طيب من أجل العرس لبين ما نحلها؟ ما بصير، الرجال الحقيقي ما بيأجل عرسه بنوم. خلينا نعمل جولة تانية. وهلأ قليلي سونا بأي غرفة؟ بال25، بس في شرطيين على بابا وبهالوقت تقريبا بيجي بدالهم. ليكن اجوا. انسى مروه، اذا بتحبي من وصلك. لا شكرا كثير، حابه امشي. طيب ماشي مثل ما بدك، تصبحي على خير. لا قول خير. يلا روحي على البيت مراد. يلا مروه روحي من هون. يلا ما بدي اياكي تتورطي معي. ها شوفي برجك. سونا سونا اصحي. سونا اصحي لشوف. سونا انا وين؟ بالمستشفى، بس كان لازم تكوني بالقبر. انت ساعدتني ما هيك؟ اسلموا. مو وقتها هلا، احكي لي فورا شو صار. شو اللي عملتيه من وراي؟ أنا ما عملت شي. سونا بيكفي بقى، لا تكذبي. اسمعي، أنت بتعرفي شو صاير، وبتعرفي كمان مين ضربك بالسكين،
يا أما بتحكي لي شو اللي صار إلي أو للشرطة أو للي ضربك. رح أسألك من جديد. نعم مراد اطلع بسرعة، اجت الشرطة. رح أطلع سونا، أنا رح أرجع لك. اصحك تموتي، ها عم قلك، لأنك ما رح تلاقي حدا يدفنك. اسمعيني، طلعي بالملف. شكرا. عفوا. يا ترى سونا لساتها عايشة؟ بس إن شاء الله تكون عقلت إذا عايشة، أحسن ما تكون أكلتها على الفاضي. عزمي، لا تكون كل هالقصة. عزمي تعال هون، لا تهرب. هلأ صارت سونا مشكلة كبيرة بطريقي. سيدي مراد، مشان الله ما تأخذني. سيدي سيدي أنا مو متأكد، بس الظاهر سونا ورا كل اللي عم بيصير وعم بيساعدها واحد مشكل جي بعرفه من زمان. بترجاك تخلي العناصر اللي هون يفتحوا عيونهم منيح. إذا ماتت سونا ساعتها ما رح أقدر أثبت براءتي، ولا رح تسامحني كمان. جبنا لك معنا قوة نظيفة. يسلموا أمي. جبنا لك أكل كمان عمو مراد. ماما ملك قالت إنك بتكون جوعان كتير. بس رأفت أخي إبراهيم، أنا ما بدي إياك تفهمني غلط، بس أنت عم ترجع تعبان من الشغل وفكرتك ما عم تقدر تطبخ. بعرف ست ملك، يسلموا إيديكي، بعدين طبخك أطيب. يا ماما ملك، إن شاء الله شفت كيف حبيبك رأفت بورط الواحد. بعد شوي رح تندم لأنك حكيت هيك. ليش بقى يا أفندي؟ لأنه أنا اللي حطيت لك أواعيك بالغسالة. لكن قصده أنه هو يلي كبس الزر. بس ما كان عنده وقت منشان يكويون. كويون أنت. هاد اللي شي؟ رأفات؟ أنت غيرت درجة حرارة الغسيل؟ قصدك الأرقام اللي فوق؟ يلا حظه، لما أكبر رح ألبسه. أكيد في شيء، أكيد كل أواعي عم ينتزعوا. يمكن كون خربت تياب شي حدا ومو متذكر. مشان جاكيت الدهان. مراد، يمكن الجاكيت ما كان مهم لك، بس يمكن المسكين كان عم يتدفى فيه. امي تقدري تلاقي لي الدهان؟ ايه فيني لاقي. شو بدك منه؟ بدي اياه يسامحني، وفي كم شغله بدي اعطيه اياهن، هالشي مهم كتير بالنسبه الي. صباح الخير. صباح النور سيدي. حكينا مع الدكتور مشان سونا، طلب منا انه نستنى شوي، وقال انه اول ما تتحسن رح يخبرنا. شكرا. حسب ما سمعت صهرك مراد هو اللي ضارب سونا بالسكين. سيادة الضابط فهم علي منيح، يعني بعد كل الحكي اللي حكوا الناس والطوق والذهب اللي طلع بخزانة بنتك. شو عم تحكي انت؟ مين سمح لك تفتش خزانة بنتي؟ ما فتشتها، هي عطتني اياه. اسمع منيح، اذا بتفكر تضايق بنتي مرة تانية او بتحكي عليها طالع نازل، ما راح تمر هالشغلة على خير بالمرة. بدك تفهم من اللي عملوا الشي؟ قال مفتش، قال الموضوع زاد عن حده. روحوا على المشفى وابعثوا لي سونا. بس سيدي لساتها ما صحيت. قلت لك فورا. يلا امرك سيدي. طيب اسمعوا، المريضة لازم ترتاح.
أنسة مروة، نحن لازم ناخذ إفادتها فورا، هالشي مشان أبوكي ومشان مراد كمان. بعرف، بس ما لازم تطلع من المستشفى، يعني فيكن تاخذوا إفادتها هون. الدكتور أعطانا إذن، أبوكي ناطر. إذا ضلت سونا عايشة رح تروحني، لازم خرسها على أخير مشان ما تخبر علي. إن شاء الله يا رب تكون سونا عقلت بعد اللي صار، بس إذا ما حكت شي للشرطة ساعتها أنا اللي رح خليها تحكي. وأخيرا ظهر عقلة هالبنت. هي آخر فرصة لي، يا بروحي يا بروحة، يلا لشوف. سونا بعدي. سونا مراد روح من هون تعال. مراد خلص عليك. مراد مرحبا. أهلين، في شي جديد؟ لا سيدي. قدي صار للعملية تقريبا؟ صار لها شي ساعتين سيدي. بما أنه هلأ المسك مراد، معناتها حضرتكم ما رح تطردوا الضابط عاصم من الشغل ما هيك؟ لسه ما بيّن. بعدين إحنا ما مسكنا المدعو مراد بفضل الضابط عاصم، هذا غير أنه هالموضوع ما نفهم كله. لما بيطلع الزلمة بنعرف كل شي. ظريف والله، يعني إذا بدهم يبعثوا مفتش مثل حكايتك مشان يجي ويحقق مع شخص مثلي عمره وحياته قضاهم بخدمة هالبلد، والله هالشي معناته إني ضيعت كل عمري على الفاضي مشان أخدم بلدي. بابا مراد كان متأكد إنه في شي بتعرفيه. إمتى رح تحكي؟ احكي إمتى؟ بدل ما تلعبي على مراد كان لازم تتعلمي منه. فهمي، الزلمة رح يموت حاله مشان تسامحيه، وبعد كل شي عملتيه معه إجا وضحى بحياته مشان ينقذ حياتك. احكي يلا، أنت معقول تضحي بحياتك مشان حدا؟ تعي بنتي، تعي معي. لا تزعلي، هو بيعرف انه ما بقي غير 5 أيام للعرس، رح تشوفي كيف رح يقوم. شو دكتور؟ كيف مراد؟ الصراحة لسه في خطر عليه، نحن عملنا اللي علينا، بس هو ساير معه نزيف داخلي، مشان هيك حالته كتير صعبة، انتو دعوله، ما فينا نعمل أكتر منه.
يعني كل هالسرقات اللي صارت ومحاولة قتلك كمان بسبب اللي اسمه عزمي؟ مراد ما له ذنب. إذا ما له ذنب ليش ما حكيتي هالحكي للشرطة لما سألوكي؟ خفت. عزمي هددني بأنه يقتلني، بس بعد ما مات خفت تتهموني لأني ما حكيت اللي صار. طيب عندي سؤال أخير، يعني كل هالشغلات كيف عرفتيهم؟ عزمي طلب مني إني ساعده، كان بده ينتقم من مراد، بس طبعاً أنا ما قبلت، وهو اللي قال لي إنه ما أحكي لحدا، والباقي صرت بتعرفه. معناتها الضابط عاصي كان معه حق. أهلا وسهلا سيدي. شو سيدي يا ابني، أنا استقلت خلاص. المهم اللي لشوف جبار، تعرف ليش المفتش طالبني ضروري؟ سيادة الضابط، باسمي وباسم الكل بدي اعتذر منك بصراحة. أنا بحكم عملي وهالناس بحكم المشاكل الكتيرة اللي صارت معهم ظلمنا سيادتك معنا، بدنا نطلب منك تتراجع عن استقالتك. سامحني على العذاب اللي تسببت لك فيه. بترجاك سامحنا سيدي. فاكرين الموضوع بهالسهولة؟ معقولة؟ كيف بدكن يعني سامحكم؟ طيب إذا أنا سامحتكم، طيب شو مشان مراد؟ زلمة هلأ بين الحياة والموت وانتو السبب بهالشي. اليوم كان رح يكون عرسه، فاكرين اعتذاركم رح يرجعوا؟ شو صار؟ ليش سكتوا؟ يلا احكوا لشو. انتو تأخرتوا كتير، والله عرفان انه هيك رح يصير. مراد أنا آسفة، ما تصورت نوصل لهالدرجة، أنا آسفة كتير. جيت حتى أقلك إني سامحتك بحقي على القليلة هلأ، بس أنت قوم وتجوز وبعد هيك منبقى منشوف. بدك تفيق، اسمعني، اليوم بدك تتجوز، أنا واثق فيك، قلت لكل الناس إنك رح تقوم اليوم. لا تخجلني قدام الناس عمو، بترجاك قوم بقى، بتعرف إنه أبي بالسجن، إذا أنت صار لك شي أنا شو أعمل؟ رأفت ماما ملك ترجاك تدعي له أنه يصحى. ليش عم تبكوا؟ مين اللي مات؟ عمو مراد. ابني عمو مراد. انت شو كنت عم تحكي من شوي؟ ها؟
هلا عن جد اليوم عرسي انا؟ اليوم بنتي شو هدول؟ هدول جهزتهم مشان الخالة ملك، لأنه من امبارح ما رجعت على بيتها. طيب أنتي خبرتي المعزيم إنه العرس أجيال؟ لسه ما خبرت حدا، عن جد ما قدرت. استغفر الله يا بنتي، أنتي بتعرفي إنه العرس ما رح يصير اليوم، يعني نحن ما بدنا الناس يتعذبوا على الفاضي. والله إذا كان هاد المفتش. شو ما بدكن تيجوا على عرسي؟ يلا بنتي ما معنا وقت كتير، لازم تحضري حالك. يلا يلا بسرعة. يلا يلا لشوف. ايمتى قدرت تقوم يا ابني؟ ما صار لي زمان سيدي، صارت شغلة فجأة مثل كل شي بصير معي. بعرف بعرف، ولسه مانك لابس جاكيت كمان. معلم ابراهيم وين جاكيت هالولد بالله؟ لا تسألني يا سيدي، صارت من نصيب غيره. أبو مراد نسيت الخاتم. سيدي بعد إذنك. ترى رح أزعل منك، لا بقى تقول لي سيدي، والله العظيم عيب. إذا هيك بعد إذنك يا 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 عمي. ألف مبروك. نمشي أكيد.